بسم الله الرحمن الرحيم. بالفيديو تبع اليوم رح نشرح الايسوتوبس والنسب تبعونهم، نتعلم كيف نطلع الاتوميك ماس وكيف نطلع الافرج لإلهم. خلينا نشرحه مع بعض، ان شاء الله انه رح يكون كتير واضح وسهل عليكم. فلنفرض انه في شخص توزن بفترة من فترات حياته اللي وزنه 108، سو راح لعب رياضة واكل اكل صحي وغذائي، وصل وزنه 83، بعدين رجع فلت على الاكل من اول جديد، وصل وزنه 110. نحن عم نحكي عن نفس الشخص، ما اختلف فيه اي شيء، انه ما اختلفت كتلته بفترات مختلفة من حياته. نفس الشيء بالنسبة للعناصر الكيميائية، الايسوتوبس هي different versions of the same element، يعني العنصر نفسه تختلف كتلته. خلينا نفرض انه في عنا ذهب، جبنا 3 قطع ذهب مكونة من نفس الحجم، مرة طلعت 196 AMU، مرة 197 AMU، مرة 198 AMU. يعني القصة انه اختلافات جدا بسيطة. هدول الثلاث ارقام بنطلع منهم average، بنسميه الاتوميك ماس. هذا الاتوميك ماس بيكون موجود تحت العدد بالجدول الدوري، اذا بتتذكروا شرحناه بفيديو قبل. إذا هدول ثلاث different types of isotopes of gold، لما نجمع الأفرج تبعهم مع بعض رح يطلع معانا العدد اللي موجود أسفل العنصر بالجدول الدوري اللي هو الأتوميك ماس. بالنسبة للأيسوتوبس فهي بتتشابه بأشياء وبتختلف بأشياء تانية. الأيسوتوبس إلها نفس الأتوميك نمبر، الأيسوتوبس إلها نفس عدد البروتونات، الأيسوتوبس إلها نفس عدد الإلكترونز. الأيسوتوبس بتختلف بالماسز، والأيسوتوبس بتختلف بعدد النيوترونات. هدول حفظ ما تيجي عليهم سؤال statement. خلينا ناخد مثال مع بعض عشان توضح الفكرة أكثر، نتعلم كيف نطلع الأتوميك ماس. عم يحكي لنا A certain element X has 4 isotopes، يعني له 4 isotope. في نسبة اللي هي 5.60% of X has a mass of 38.913434 AMU. في عنا نسبة تانية اللي هي 94860% of X has a mass of 58.90927 AMU. في عنا 7% of X has a mass of 86.9890 AMU. وآخر نسبة الرابعة اللي هي 82.58% of X has a mass of 87.9562. كل ماس إلها percent بالمية. بيحكي لنا find the atomic mass of the element X. أول إشي رح نعمله علشان نقدر نجري العمليات الحسابية to convert our percentage to decimal by dividing by 100. كيف بدنا نعمل كل النسب فواصل عشرية؟ عن طريق أننا نقسم على 100، وفي طريقة أسهل عشان ما تطول الكالكوليتر أو تنلخمه، إننا نحرك الفاصلة منزلتين للشمال. هذا الرقم موجود عندنا فوق بالسؤال، رح نحرك 1 2، فرح نزيد صفرين قبل الفاصلة. نفس الشيء بالنسبة لهون، رح نحرك 1 2، فرح يكون عندنا 0 9، وبعدين باقي الأرقام. نفس الشيء بالنسبة لسبعة، رح تكون 0 7. آخر عدد الفاصلة هون موجودة عندنا، فرح نططها لقبل 8 والتنين، فرح تصير 0.8257. تاني اشي رح نعمله قانون كتير مهم هو اللي عليه الحال، انه الاتوميك ماس بتعطينا percentage times the mass plus the percentage times the mass، يعني كل percentage رح نضربها بالماس المختص فيها او اللي بيخصها. من السؤال رح طبعا ما رح نحط البرسنتج عشان نقدر نضرب ونجمع ايزيلي، رح نحط الارقام اللي طلعناهم بالفواصل ونضرب بالماسز من السؤال. رح يصير عندنا 0.005600 times 83.913443، رح يكون عندنا 0.09860 times 85.9927، رح يكون عندنا 0.0730 times 86.9890 plus 0.8258 times 87.9562. طبعا اول شيء رح نضرب، بعدين رح نجمعهم كلهم مع بعض، حطوهم between brackets علشان تنتبهوا انه اول شيء تضربوا وبعدين تجمعوا عشان ما يصير اخطاء. الجواب رح يطلع معاكم by using the calculator 87
دوت 61 66 26 AMU. هذا لسه ما بنعتبره جواب. ليش؟ لأنه لازم نقرب العدد من significant figures. العدد من significant figures بنلاقيه موجود هون, 4 significant figures. إذن رح نعيد 1 2 3 4. العدد يلي بعد الخط هو 6. 6 أكبر من 5, إذن بنقرب. تقريب كتير مهم علشان ما تخسروا علامة بآخر خطوة على nothing, يعني بس ضايل إنه نقرب. إذن the final answer will be 86.62 AMU. هذا هو الأتوميك ماس للإليمنت X. يعني هذا هو الجدول اللي حنلاقيه, هذا هو الرقم اللي حنلاقيه بالجدول الدوري تحت العنصر. خلينا ناخد سؤال تاني يكون راجع برجو. عم بحكي لنا naturally occurring upper consists of Cu63 mass of 62.929 AMU and Cu65 mass of 64.9278 AMU with an average atomic mass of 63.546 AMU. What is the percent composition of Cu in terms of these two isotopes? يعني عندنا two isotopes, أعطانا الماسز إلهم بدون النسب المئوية للتين لما أعطانا إياها, وأعطانا الأتوميك ماس. يعني بالنسبة لهذا القانون هو أعطانا الأتوميك ماس, أعطانا الماسز التنتين هدول, ضل عندنا البرسنتج. خلينا نشوف مع بعض إيش راح نساوي وكيف راح نحله. الأتوميك ماس راح تعطينا النسبة مع النسبة ضرب الماس. الأتوميك ماس هي well known given بالسؤال اللي هي 63.546. خلينا نفرض انه اول percentage هي x وتاني percentage هي 1 minus x, لانه احنا بدنا لما نجمعهم مع بعض يعطونا 1, عشان هيك x مع 1 minus x equals to 1. اوكي, الماس التانية اهم اشي ننتبه انه بدنا نوزعها على minus x وعلى 1. ننتبه انه اشارة ال x minus على 1 وعلى minus x بعد ما نوزعها رح تطلع بهذا الشكل. طبعا رح نجمع ال 2 x's مع بعض معاملات x, رح يصير عنا الأتوميك ماس رح تنزل مثل ما هي من الشق الثاني من المعادلة اللي هي 63.546. العدد الثابت رح يكون نفس هذا الرقم لأنه مضروب بواحد, 64.9278 minus 1.9982 x. هلأ شو رح نعمل؟ رح ننقل الأعداد الصحيحة عند بعض ونترك x بشيها لحالها من السؤال. سألنا x equals to minus 1.9982 x equals to minus 1.3818. لازم كتير تنتبهوا للماينسز, لأنه لو طلع معاكم قيمة x minus ما بزبط, ما في atom, ما في mass with minus. عشان هيك رح تطلع معاكم بالآخر لما تقسموا رح يروح الماينس هذا مع الماينس هذا, رح تطلع قيمة x 0.6915. لما ترجعوا للجدول الدوري أو لما تيجوا للسؤال نفسه رح يكون Cu تبع الـ63. الخطوة الثانية اللي رح نعملها اللي هي نطلع تبع الـ65. مدام طلعنا الأول ما نطلع الثاني, حنقول 1 minus x اللي هي القيمة اللي طلعت معانا هون, حيطلع الجواب تبعها 0.30847. السؤال لسه ما خلص لانه هو بده percentage واحنا طلعناها by decimals. شو الخطوة التانية اللي رح نعملها؟ كنا عشان نحول من percentage ل decimal نقسم على 100. اذا هلا ما بدنا نحول, بالعكس رح نضرب multiplying by 100, رح تطلع النسبة معنا اللي هي ان نحرك الفاصلة منزلتين لليمين, رح يطلع هاد الرقم بالنسبة لأول isotope وهاد الرقم بالنسبة لتاني isotope. وهيك بيكون خلص الفيديو تبع اليوم. إن شاء الله إنكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا. هو فعلا من أسهل الأفكار اللي موجودة بهاي الكيمياء. بتمنى لكم التوفيق وما تنسوني من دعائكم. فور شور ما تنسوا اللايك والسبسكرايب لو عجبكم الفيديو.